خد تعا هات بانجو هات رو بليلة بلبلوكي بالشاش كملوكي وبالملح والليمون لبكوكي يا عزيز ألف لا إنجليز بليلة بلبلوكي عم تعمل هون ولا؟ إلي هالحكي؟ هي إلك واللي بتشدد لك ولا؟ شوف معتز أنا مش جاكل منك كتيرة لأنه لسانك صار أطول منك هات سلة البليلة بدك البليلة؟ الله ما يوفقك كبت لي البليلة الله ما يوفقك كبوك بنار الجنة يا تعال هون ولا؟ تعال هون هون ولا؟ تعال شوف انت روح انت بك ربي يا عاطي والله لا ربي والله لا ربي اعتذر انا استحق يا اخوان بني بلد ربي استحق انت وياه والله لا ربي والله لا ربي والله لا يوفقك والله لا يوفقك اعتز الله انت عليك شفتها حكي يا النبي شفتها حكي شفتها خلاص ولا خلاص معتز لا يخليني ياكد اسمحوا امرك خال بس اذا الواطي بيعتب باب الحاره مره تانية ما بطلع بنقول له على السحليه عشان يا شباب يخرب بيتك اللي بيحب النبي يخلي يا شباب يلا عم يلا يلا خلي بالك بدك بالبليله المرت الجايه بتساوي السبيل احمر من دمها انا من هون يلا يلا ولي ولا طلع روح يلا رجال يلا كل واحد يلا ولي شيكو خليك يا ابو النار يجي يخرب بيتك يلا للعلا انا ابو شيكو الله معتز الله يوفقك الواحد ولا الثاني لو واحد مسحور عم يسبني وسب الحاره لا وما قال له شيء ابو شهاب ابو الحكم امور عقيد لمن نرجع بسرعه لعيونك والله لربي الحاره فيهم والله بيزلكم واحد واحد لك اللي بيزلنا لسه أمه ما ولدته ولدته شعوا قدامكم أبو النار طب رجالك واخذ الشيطان وطلع من الحارة ولا تشعلها ولك أنا جاي حاسب لكبير فيكم وهد الحارة فوق رأسه وينه هذا اللي عامل لحاله رجال وينه شالك لكبير يا صغير شو بدك ولك لك ولها بنص عينك واللي بيجيب معدلي بده يحفر عبره بيده هو اللي بيحامله ويلي بيحامل الندل بيكون ندل أكتر منه إذا كانت فوتك على حارتي بكيفك طلعتك من حارتي رح تكون بكيفي ورجيني مراجلك لشوف قربوا لك يلا يا رجال يا ربي دخلك يا ربي يا رب استلم علينا Ayrıca!
وعيديتك ودرمي من هون احسن ما كمل عليك يا مولاك. دخيلكم يا جيري دخيلكم، حدا يطمني على اولادي. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدة، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدة. خالي أبو شهاب استحكموا لو بالنار، ولو بده يشخطه كان شخطه، بس هو مو حاطه بباله. إن شاء الله تنكسر إيديهم يا حق. يخرب بيتهم على هالقلب القاسي، إيه والله لو كان عدوًا ما بيساوي فيه هيك. ولك على مهلك، لقوي لقوي. على مهلك يا أبي، على مهلك. ما يخرب بيتك يا أبو غالي، يخرب بيتك بس المدر بدل مدر. أخ 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 يا على أهمتي، إن شاء الله. إن شاء الله بتنكسر إيديهم ورجليهم. إيش وكافر واقع بين إيديهم؟ شركت لك ثلاثة مرجال أبو النار، لو تشوف شلون زبت لك فيهم عجن ودبك عجن ودبك يا مو. إيه وشلون ضربوك؟ غدر غدر شوي شوي يا مو شوي شوي. يا رأى تقبرني. هلأ كل هالمشكلة من تحت رأس أبو غالب الزفت. يا الله لا يوفقه، رمى العرب عربين وهرب. اي بعت له حمى إلهي، إن شاء الله ما بيروح إلا فعس تحت الرجلين. يا خليهم يتربوا ويعرفوا مين نحن ومين هن رجال أبو شهاب. يا حاجة لسه كل واحد دافش لريشه مثل ديك الحباش وما حدا قده. أخي يا ضخي كاتروا علي، يا الله لا يوفقه. أخي يا راسي الله لا يوفقكم يا رب. قوم سوي لي رجيلة، قوم. أمرك عقيد. لك ما حدا منكم قدر يستعمل أبو شهاب. ها لك طفو عليكم بالرجال، طفو عليكم. يا سيدي هلأ أبو النار ما بيجي إلا بعينه، أنا هدته وهو يهجم، ما كان يفهم إنه ما بدي أضربه إلا خلاني أعلم عليه. بس الحمد لله كسرنا شوكته. ما قلت لي أخي أنت جاي الحمل؟ بعد 10 أيام بس لحتى تصلنا إشارة تانية من الشباب. خير الحمد لله، والله كنت مقروق، ماني عارفان شلون يدبر لك رجال. ايه بدي احضر للسحور من هلا، لانه انا يمكن نام وما اتسحر معكم. ما تسحري معنا لانه على كيفي. جلال ليش ما بتسالي ابوكي؟ وعن شو بدي اساله؟ ليش ابراهيم طلقك؟ بدك يعني انا اساله هيك سؤال؟ ايه شو فيه اختي؟ فيها كثير، فيها قلة أدب. وليش حرام تعرفي سبب طلاقي؟ مو حرام بس عيب تسألي. ما فهمت. عمرك ما تفهمي. دلال إذا أنت مستحية تسألي أبوكي أنا بسأله. أوهك أوهك يا جميلة، والله لسانك بيقصلك يا. هلا صرتي خايفة على لساني؟ لا تقبريني، خايفة على حالي. بس أنا بدي أعرف ولا ما أسأله؟ وأنت شو دخلك بجوازة أختك؟ هي قالتك تسأليني؟ لا والله يا بي، هي من حالة. ولي جميلة؟ والله ما تعيدها يا أبي، والله ما تعيدها. إذا بتعيديها مرة تانية بقصلك لك لساني، فهمتي؟ فهمتي؟ أمرك يا أبي أمرك. قومي أمري على أمطي، قومي كالتاني. حاضر. قومي عم على قلة الأدب، هذا اللي كان ناقص. وليك شو عم تسوي عندي؟ ما في شيء يا ما في شيء. قاعدة عم تسمعي لضيف أبوكي؟ والله مو بقصتي، بس سمعت أبي عم يقول لضيفه إنه عصام قال لي عمرته لطفية لبيت أمه. أنت هيك سمعتيهم عم يقولوا؟ إيه والله يا مو. لا لا لا، ومع هالشي عيب تتنصتي على ضيف أبوكي؟ لك ما بتعرفي إنه هالشي عيب وحرام؟ قلت لك يا مو والله ما كان قصدي. ما كان قصديك؟ روحي روحي من وشي. تفضل يا عمي، تفضل شيخنا. يلا يلا يلا، شرف يا عمي. شرف يا عمي الرحيم. احكي يا ابو عصام شو صاير معك؟ يا بي خدنا طريقة ضربت عليك روحي. ايه حاضر يا عمي حاضر. يلا 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 يلا. سيدنا مثل المرة الماضية. ما فهمت عليك. طلع سيدنا رمي الطلاء عليها. استغفر الله العلي العظيم. شو صاير لك أبو عصام؟ شو صاير لك كتران يمين طلع على لسانك؟ والله هذا اللي صار سيدنا. اليوم أبعد معي، الله يلعن الشيطان وساعته. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا،
ليش تنطقها؟ أنا ما قلت لك لا تقولها مرة تانية. يا شيخي شو بدك كان يقول؟ أخي نهرها اضربها بس لا تقول الطلاق. استغفر الله العظيم، والله ما قدرت سيدنا، ما قدرت أمسك حالي، ما قدرت. طيب كنت تطلع من البيت، اشغل حالك عنها. ما زبطت سيدنا، هذا اللي صار. ايش ما سوي؟ إذا بفوت على البيت أنا طالعة منه، شو في مين؟ مشان الله يا أبو، مشان الله. قلت لك ما له فوت على البيت. الله يخليك يا أبو، مشان الله. اتركوني روح لبيت أخي، اتركوني. سيدنا لسه أرضي على خطرة يعني، معلش زعلان لسه. الحق معها، هذا الطلاق الثاني، يعني طلاق ثالث بصير محرم عليك. طيب سيدي لتروق، بعطيه خبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاول تراضيها اليوم يا أبو عصام. إن شاء الله سيدنا، إن شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عجبك هيك؟ عجبك؟ هي راح ابي ومشي. قولي يا اخو، قولي ليش راح ابي؟ معلوم زي روح، لانه سمع امك عم تقلعه من البيت، لك شلون مصيبه هي كلها خلصنا منها. اتركوني بدي ارجع لك. شلون مصيبه؟ شلون مصيبه؟